ما شرح الحديث الابن للفراش الولد للفراش والعهر الحجر. الأصل الإسلام حريص على حفظ الأعراض، فإذا كان كل إنسان اتهم زوجته خلاص يكون الولد لمن اتهم به اتهم بها تصير فوضى. فلذلك الإسلام حاصر هذه المسألة وأعطى مخرجا للرجل وهو ما يسمى باللعان. إذا اتهم زوجته هناك اللعان يلاعنها، ما يريد أن يلاعن خلاص الأصل الولد للفراش، لأن الزوج هو الذي يجامعها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بحسب ما يكون بين الزوجين. كونها حملت من زنا، زنا بها رجل مرة أو مرتين، والأكثر الزوج هو الذي يجامعها، فهنا الأصل أن الولد للزوج وليس الذي زنى بها، إلا إذا الزوج اتهم زوجته بالزنا ثم بعد ذلك لاعنها فهنا لا يكون الولد منسوبا إليه في حال الملاعنة. أما غير الملاعنة الأصل أن الولد للفراش، والله أعلم. يقول إذا تعارض مع تحليل دي أن إيه كذلك، إلا إذا اعترض الزوج، إلا إذا اعترض الزوج.